معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني محمود الطاهر. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود معنا. يعني دعني أبدأ معك من هذا التصعيد الذي يبدو الأعنف منذ بداية هجمات الحوثيين، بأي إطار نضعه؟ يعني ما بما ينذر هذا التصعيد؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. قبل فترة أو قبل أسبوعين تحدثنا عبر هذا المنبر، قلنا بأن الحوثيين سيستهدف السفن التجارية وسيصعد من عملياته العدائية ضد الممر الملاحي، وربما قد يهدد أيضا التحالف بذاته، تحالف الازدهار أو السفن في القاطات التي تتواجد في البحر الأحمر. وهذا يندر بأن الحوثي لا يأبه للتحذيرات الأمريكية، بين قوسين التحذيرات الغير مجدية أصلا للحوثيين. فالتهديدات الأمريكية حتى الآن بمثابة يعني يفهمها الحوثي كما فهم إزالته من قائمة المنظمات الإرهابية، عندما أزال بايدن الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية فهمها الحوثي بأنه ضوء أخضر. وبالتالي التهديدات الآن، التهديدات للولايات المتحدة الأمريكية بدون أي أعمال ملموسة، بدون وعيد، أحيانا تهديدات، وفي الإطار الآخر يبحث يرسل المبعوث الأممي لبحث إطار السلام ولي أن يكون هناك سلام دائم في اليمن. هذه أعمال تشجع الحوثي بمزيد من الأعمال العدائية. وبالتالي الحوثي يقول بأن الولايات المتحدة عندما تضغط من أجل إحلال السلام أو من أجل اتفاقية السلام في اليمن لا بد أنها ستتواصل معهم وتتفاوض معهم، والتفاوض معهم بمعنى أن الحوثيين سيطرحون نقاط تفاوضية وشروط أعلى من أجل الولايات المتحدة الأمريكية أن توافق وتضغط من أجل أن يتم هناك تسليم اليمن لإيران أو لمجموعاتها في المنطقة. ومن هذا المنطلق العمليات الحوثية في البحر الأحمر سنرى أن هناك عمليات تصعيدية أكثر، عمليات عدائية أكثر، ليس فقط على السفن الشحن، وإنما قد تطال البوارج الأمريكية وكذلك الفرقاطات الموجودة في ضمن تحالف الازدهار. تعتبر اليوم أستاذ محمود بأن هناك رهان من جانب الحوثي على عدم رغبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتصعيد والحديث دائما عن العودة لإحلال السلام، أنه هذا رهان يعطي الحوثيين أريحية في هذه الهجمات التي كما ذكرت تتوقع بأن تزداد وربما تكون أعلى وأقصى، ولكن ما الضمان بعدم رد قوي؟ يعني ذكرت بداية أنه ليس هناك أعمال ملموسة، ما هي هذه الأعمال التي يمكن أن تكون ملموسة بما أنه الأمريكي يقول بأنه تشكيل حارس الازدهار هو كاف للردع حتى الساعة؟ أولا الرد الملموس، نحن عندما نتحدث عن أشياء ملموسة لا نريد أن الولايات المتحدة أو هذا التحالف الدولي بأن يضرب الحوثيين، لأنه يعني لا يوجد أهداف حقيقية للحوثيين لضرب الحوثيين، يعني سيضرب الحوثي سيكسب شعبية فقط. لو التحالف الازدهار قام بضرب أو توجيه ضربات عسكرية للحوثيين فإن الحوثيين سيتخذون هذا من لمصالحهم الشخصية، بأن العالم كله ضدهم لأنهم ضد إسرائيل. وبالتالي ما أقصده أنه أن يكون هناك نتائج ملموسة وأشياء ملموسة حقيقية، هو أن يدعم القوات الحكومية اليمنية، الولايات المتحدة أن تطلق يد القوات الحكومية اليمنية، أن تدعم القوات الحكومية اليمنية لوجستيا، عسكريا، سياسيا في مجلس الأمن لتحرير محافظة الحديدة. لا، طالما كنا نحذر من قبل بأن وجود الحوثي وأن اتفاقية ستوكهولم سينقضها الحوثي وبالتالي سيسيطر على الحديدة، وبقاء في محافظة الحديدة لا يشكل تهديدا فقط لليمن أو الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما يهدد للعالم بأسره. وهذه النتائج التي نراها الآن نتيجة للتهاون الأمريكي، نتيجة للتخادم الدولي للميليشيات الحوثية، نتيجة لعدم قراءة أو استيعاب الموقف الأمريكي لخطورة هذه الجماعة منذ بداية الأمر. وعندما نتحدث عن النتائج الملموسة ليس بالقصد هو توجيه ضربات عسكرية للحوثي، لأنه لا يوجد يعني ما هي ما هي يعني ستكون هناك ضربات لا
لا ليس لها قيمة، وإنما الهدف من ذلك هو دعم الحكومة اليمنية والقوات المتواجدة على الساحل البحر الأحمر بتحرير محافظة الحديدة بشكل كامل، لأنها الأسلم والأأمن لتأمين الممرات الشحن الدولية. طيب اليوم برأيك هل يمكن أن نكون أمام تغير في وجود هذه القوات، قوات التحالف أو حامي الازدهار، حتى إن لم تكن كما ذكرت ليس هناك أهداف، يعني لكن البعض كان يردد بأنه تكون ربما أهداف لمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، البعض يقول بأنه أيضا وصول فرقات جديدة بريطانية هي أيضا لرفع السقف، خاصة وأنه منذ 5 أيام كان هناك تحذير وصف بالأخير من الجانب الأمريكي للحوثيين، ولا زال يحذر، يعني كان الأخير ولا زال يحذر. ما هي النتائج التي قدمها بعد هذا التحذير؟ الأهداف يعني قد ربما نرى بالاستخبارات الأمريكية تدل على مخازن صواريخ، لكن هذه المخازن الصواريخ لن تردع الحوثي مثلا، إذا تم قصفها لن تردع الحوثي من عمليات العسكرية. هناك قاعدة في البحر الأحمر، قاعدة إيرانية في جزيرة كمران، الحوثي يعني منها يتم منطلق للعمليات العسكرية حتى لو تم قصفها. هناك أيضا في رأس عيسى، هناك في عدة مناطق، لكن يعني هو كيف يمكن للحكومة أو للتحالف للتحالف الازدهار كيف يمكن أن يجنب ممرات الشحن الدولي ذلك؟ التحذيرات الأمريكية حتى الآن، يعني عندما كانت تتحدث مثلا أن تفرض عقوبات على الحوثيين، ما الذي حدث أو تغير عندما حدثت تغييرات عقوبات لميليشيات الحوثية؟ الحوثي غيروا أسماء قيادتهم وأعلنوا عن وفاتهم بينما هم لم يتوفوا. هناك أعمال وهمية لشركات وهمية يتم من خلالها تهريب السلاح المخدرات. طيب. الأعمال العملية العسكرية إذا كانت هناك عملية عسكرية محدودة أيضا لن تؤثر، وإنما لابد أن تكون هناك عملية عسكرية كاملة لتأمين البحر الأحمر، لاستعادة محافظة الحديدة، لأنها الرئة التي يتنفس منها الحوثي الصعداء. طيب اليوم البعض يربط انه او يصف تعقيد هذا المشهد اليوم استاذ محمود بانه البعض يقرا ايضا انه ما يجري اليوم في اليمن وفي البحر الاحمر من قبل الحوثيين هو رد على الاستهداف الاسرائيلي في جبهات مختلفه لاشخاص مختلفين ولكن عبر الساحه اليمنيه، الى اي مدى ذلك ايضا يمكن ان يعقد المشهد؟ مسألة أن الحوثيين يعني يحاولون الدفاع عن غزة أعتقد أنه مبالغ فيه. الحوثيين هم فقط يستغلوا الوضع، يعني استغلال المواقف لصالحهم الشخصية، هم يستغلوا كل خطأ مثلا للحكومة اليمنية، كل خطأ، كل ما يحصل في المنطقة يستغلوه لصالحهم. هم يعني صحفي أمريكي التقى مع عبد الملك الحوثي، قال له هل لديك اتفاق، يعني لديك إمكانية لإزالة شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ قال له نعم، لدي القوة والقدرة على إزالة الشعار والتطبيع معهم أيضا. بمعنى أن الحوثي لا يهمه غزة ولا يهمه، هو فقط ما يقوم به الآن هو فقط لمصالح شخصية، لأهداف سياسية يحاول من خلالها الوصول إلى صيغة توافقية بأن يتفاوض مع العالم، أن يتفاوض مع المجتمع الدولي من أجل الاعتراف به كشرعية متواجدة حاليا، ومن أجل أيضا تسليم المنطقة لإيران، من أجل أن تكون هو القوة الضاربة الموجودة في المنطقة، هو من يغير السياسات في المنطقة، هو من يكون له الرأي في المنطقة، يريد أن يكون هو الحارس أو الحارس الحارس لإيران في الجزيرة العربية. يعني الحل أو أي تغيير في الواقع الحالي سيكون بين إيران وواشنطن. حتى إيران الآن لا تريد الحوثي أن ينتهي بهذه الإشكالية، لأنها تصور لهم بأنها لا علاقة لها بها، لا علاقة لها بالحوثيين، وأن الحوثيين يتصرفون من تلقاء نفسهم.
لكن إيران لديها هدف مرسوم، حتى لو اتفقت على مع الولايات المتحدة الأمريكية هي ستتفق مع الولايات المتحدة ضد العرب، ضد المنطقة، وليس لصالح المنطقة أو الدول المشاطئة للبحر الأحمر. إيران تريد أن تسيطر على المنطقة بشكل كامل، سواء بأدواتها السياسية أو بأدواتها العسكرية أو بالأدوات التي تراها مناسبة. هناك خطط، يعني خطة طويلة الأمد لإيران للسيطرة على المنطقة بشكل كامل. شكرا جزيلا لك من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني محمود الطاهر، شكرا جزيلا.